نشرة العاشرة صباحا وفي عناوينها: أردوغان يحمل روسيا مسؤولية عدم دعم الاستقرار في إدلب، ومندوب موسكو في مجلس الأمن يتهم دولا غربية بحماية الإرهابيين في سوريا. المرشد الإيراني يصف دعم ماكرون للرسوم المسيئة إلى النبي محمد بالتصرف الأحمق، والهيئة الإسلامية العليا في القدس تعلن يوم الجمعة المقبل يوم غضب. مصدر عسكري لبناني للميادين يؤكد أن الوفد الإسرائيلي لمفاوضات ترسيم الحدود لم يتضمن أي أعضاء جدد، على عكس ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ترامب يؤكد أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة، بل هناك قمع لها، ويتحدث عن ضرورة إلغاء المادة التي تحمي مواقع التواصل الاجتماعي من قانون الاتصالات. أهلا بكم. رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لدى بلاده الحق في اتخاذ إجراءات جديدة بسوريا إذا لم تطبق الاتفاقيات الخاصة بانسحاب الفصائل المسلحة من المناطق الحدودية. خلال كلمة ألقاها، حمل أردوغان روسيا المسؤولية عن استهداف مركز تأهيل تابع لما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة في إدلب، مشيرا إلى أنه مؤشر على عدم دعم موسكو السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. انتقدت قوى المعارضة التركية سياسات الرئيس التركي الخارجية والداخلية، وحذرت من انهيار اقتصادي في وقت تعيش فيه البلاد توترات سياسية مع الكثير من الدول بسبب انخراطها في العديد من الملفات. تقرير محمود واثق. لا تفوت المعارضة التركية فرصة إلا وتوجه من خلالها انتقادا لاذعا لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، متهمة إياه بعزل تركيا واستجلاب العداء لها بسبب سياساته، ساخرة من دعوته إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، بينما تواجه الشركات التركية عقبات في تصدير بضاعتها إلى الخارج. المنتجات التركية يتم مقاطعتها الآن في كثير من دول الخليج. تركيا باتت معزولة في محيطها. غالبية دول الجوار أصبحت عدوة لنا. كل ذلك بسبب حسابات خاطئة في السياسة الخارجية التي فشلت تماما. علي باباجان رفيق درب أردوغان السابق والمنشق عن الحزب الحاكم، ذهب بعيدا في تشخيص ضعف أداء الحكومة وسلوكها المنحرف كما قال في مجال الاقتصاد، واصفا الحالة التي تعيشها تركيا بالأسوأ على الإطلاق خلال العقدين الأخيرين. لم يعد لدى تركيا أصدقاء في المنطقة، دخلنا في عداء وصراعات مع الجميع. السياسة الخارجية لا تدار بهذا الشكل. هناك ضعف واضح في الدبلوماسية التركية. نحن نعيش أسوأ مرحلة في السياسة والاقتصاد. ويرى البعض أن ما تمر به تركيا من وضع اقتصادي صعب وتراجع مستمر لعملتها الوطنية هو حالة يعيشها معظم الدول في ظل انتشار وباء كورونا الذي تسبب في إلحاق الضرر بكثير من القطاعات الحيوية، وأن تركيا ليست مستثناة من تلك الحالة. الأوضاع في تركيا ليست طبيعية هذه الأيام في الحقيقة. هناك أزمات اقتصادية وسياسية تدعو إلى يعني حالة من القلق والتخوف من المستقبل، لكن أعتقد بأن الحالة الاقتصادية التي تمر بها تركيا ليست خاصة بها وحدها، فبسبب وباء كوفيد 19 أو كورونا هناك أعتقد أزمة اقتصادية عالمية وقلق عالمي، ولهذا ليست تركيا استثناء في هذا الوضع. لا خلاف على أن تركيا تواجه أزمات حادة، ولا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الحكومة والمواطن على حد سواء، لكن الجدل يبقى قائما حول سبب هذه الأزمات وكيفية معالجتها. محمود واثق، إسطنبول، الميادين.
أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن خطر تعرض تركيا لعقوبات أمريكية بعد اختبارها منظومة S-400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي بات حقيقيا جدا. قال كلارك كوبر المسؤول عن مبيعات الأسلحة في الوزارة إن الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة S-400، وأضاف أن العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حد بعيد بعدما أعلن الرئيس التركي أن بلاده اختبرت منظومة الدفاع الجوي الروسية. أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنيزيا أن بعض الدول الغربية مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سوريا. كلامه جاء ردا على كلام نظيره الألماني في مجلس الأمن كريستوف هيوزغن الذي استند فيها إلى تقارير من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول وقوع ضحايا مدنيين في إدلب، وأشار إلى أن ممثلي بعض الدول الغربية ما زالوا مصرين على الاعتماد على تقارير صحفية مشكوكا بمصداقيتها لمعرفة ما يجري في سوريا. وصف المرشد الإيراني السيد علي خامنئي دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسوم الكاريكاتيرية المسيئة إلى النبي الأكرم بأنه تصرف أحمق. السيد خامنئي وجه رسالة إلى الشباب الفرنسي باللغة الفرنسية دعاهم فيها لتوجيه أسئلة إلى رئيسهم بشأن أسباب تأييده لإهانة رسول الله، متسائلا هل يصنف شتم وإهانة شخصيات مقدسة ضمن حرية التعبير؟ وألا يمثل ذلك إهانة لمشاعر الشعب الفرنسي؟ السيد خامنئي دعا الفرنسيين إلى التساؤل أيضا عن أسباب تصنيف التشكيك في الهولوكوست جريمة، بينما يفسح المجال دائما لإهانة الرسول الأكرم. أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم غضب نصرة للنبي محمد وتعبيرا عن الاحتجاج والرفض لمحاولات الإيذاء بحقه. قال صبري إن المسلمين يرفضون الرسومات المسيئة للنبي محمد وسيعبرون عن رفضهم لهذه التجاوزات غير الحضارية، وأضاف أن الرسومات المسيئة تتعارض مع حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير على خلاف ما يدعون، وهي في الحقيقة استهزاء وسخرية. اعتصم العشرات من رجال الدين المسيحيين والمسلمين وعدد من الفلسطينيين في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم احتجاجا على التصريحات الفرنسية المسيئة للإسلام. ورفع المشاركون لافتات منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما دعا المعتصمون إلى احترام الأديان ونبذ العنصرية والتطرف. من رحاب كنيسة المهد رسالتنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين أننا نرفض هذه الإساءات التي طالت الديانة الإسلامية، وفي الوقت ذاته نرفض أي تطاول على كل الرموز وعلى كل الأديان. نريد أن نعطي درسا في التعايش الديني والتسامح الإنساني التي تمثله بيت لحم بمسلميها ومسيحيها في ذكرى المولد النبوي الشريف، لنقول للعالم نحن مع الدين المتسامح دين الإسلام والدين المسيحي، ونحن مع الأخوة والعدل والمساواة التي رفعت شعارها فرنسا، ونستنكر ما يصدر عن الرئيس الفرنسي من إساءات. هذا وقد تجمع المئات من المواطنين والطلاب الإيرانيين أمام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا على إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجلة تشارلي أبدو الفرنسية للرسول الكريم. المشاركون نددوا باستمرار نشر الرسوم المسيئة في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية تحت ذريعة حرية التعبير، كما عبر المحتجون عن استيائهم الشديد من السلوكيات الأوروبية المتطرفة التي تعتبر إيذاء لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية الإسلامية. دعا الممثل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخل موراتينوس إلى الاحترام المتبادل لكل الديانات والمعتقدات. وقال المتحدث باسم موراتينوس في بيان إن الممثل الأعلى يتابع بعميق القلق التوترات المتصاعدة التي أثارها
نشر رسوم ساخرة تمثل النبي محمد ويعتبرها المسلمون مهينة ومسيئة للغاية. شدد موراتينوس في بيانه على أن إهانة الأديان والرموز الدينية تسبب الكراهية والتطرف العنيف، ما يؤدي إلى استقطاب المجتمع وتفككه. أستاذ علم الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف الشيخ أحمد كريم ناشد المؤسسات الإسلامية تناسي الخلافات المذهبية للذود عن الرموز الإسلامية وإنجاز المشروع الأممي بتجريم معاداة الإسلام. وفي حديث للمشهدية عبر الميادين قال الشيخ كريم إن الغرب يكيل بمكيالين حين يتعلق الأمر بإسرائيل وبمعاداة السامية. إذا كان الغرب يرتعد من مجرد الحديث عن أكذوبة المحرقة لليهود في ألمانيا ويسكتون ويصمتون بل وتحرك دعاوى قضائية ومطاردة، طيب لماذا الغرب يكيل بمكاييل بالنسبة لأمور إسرائيلية أو يهودية أو صهيونية يلوذون بالصمت بينما يتجرؤون على مرجعيات وعلى رموز وعلى مقدسات المسلمين؟ فهذا مطلب عادل يجب على الدول الإسلامية أن تتضافر لعرض هذا المشروع الأممي واستصدار قانون. لا أدعو إلى المشابهة، ولكن هو يحفظ لنا العزة والكرامة. إذن تستمر الإدانات العربية والإسلامية على الصعيدين الرسمي والشعبي لموقف باريس إزاء الإساءات المتكررة إلى النبي محمد في فرنسا. وأشد الحملات طاولت الرئيس الفرنسي الذي وصف بالمدافع عن خطاب الكراهية والإساءة. هبة محمود. لم ترتقي الإدانات الرسمية والمواقف الدولية إلى مستوى تلك الشعبية في تسجيل الغضب والإدانة المباشرة لشخص الرئيس الفرنسي. الردود الشعبية كانت أكثر حدة وفاعلية وظهرت على الأرض في تظاهرات غاضبة، ولا سيما في اليمن المظلوم على كل الأصعدة. فحتى في تظاهراته الحاشدة سرقت صورها منه ونسبت إلى بلدان أخرى. ونحن اليوم بإذن الله بجميع بلاد اليمن نقول لهم قاطعوا منطقة فرنسا. ولم يقتصر الأمر على البلدان العربية، فصرخات الاحتجاج خرجت بلغات متعددة وأيضا بأشكال متنوعة. فقد تمظهر الاستياء الشعبي على رفوف المحال التجارية مع تصاعد وتيرة الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية. البضاعة اللي موجودة عندنا واللي عملنا عليها إيقاف إنه ما تنباع وقاطعناها راح ترجع لشركاتها للموردين اللي عندها، وهم بيتصرفوا فيها برجعوها لفرنسا وأهل فرنسا أولى فيها، هم بتولوا أمورها، احنا ما راح ندفع ثمنها وراح نرجعها للشركات اللي جابتها. فبالنسبة لنا خسارات مالية ما راح تكون خسارة مالية، بالعكس احنا كسبنا ديننا. والتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي انه لا تراجع، واحنا بنقول له لا تراجع. فبالنهايه الاقتصاد هو بيلعب دور وهو الحكم. لا يمكن بطبيعه الحال تجاهل الدور الرسمي في تفعيل حملات المقاطعه. ربما تسرع تركيا لحمل لواء الاعتراض لمصالح متعدده اغلبها سياسي كما يتهمها الكثيرون، وربما هذا يبرر تاخر صدور المواقف الرسميه لدول عربيه واسلاميه في حالة مواجهة مع تركيا. مستمرون بتقديم نشرة العاشرة صباحا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. تستأنف اليوم مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية. وقد أكد مصدر عسكري لبناني للميادين أن الوفد الإسرائيلي للمفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال لم يتضمن أي أعضاء جدد، على عكس ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ومن الناقورة في جنوب لبنان ينضم لنا مراسل ميادين عباس الصباغ. صباح الخير عباس. إذن هو اليوم الثاني من جولة المفاوضات الثانية، أيضا ما الذي تمخضت عنه الجلسة الأولى بالأمس بحسب معلومات الميادين؟ نعم فتون، صباح الخير لك ولمشاهدي الميادين. طبعا هذه الجلسة هي يعني تحمل الكثير من الدلالات، أولا لأن في خلال هذه الجلسة التي انطلقت قبل قليل سيحمل ممثل الأمم المتحدة الإجابات من الوفد الإسرائيلي للوفد اللبناني، وبالتالي هناك عدة نقاط أثارها الوفد اللبناني. أولا هناك يعني ترسيم وتثبيت لنقاط بموجب الخرائط والوثائق يعني المصدقة إن كان لدى عصبة الأمم أو الأمم المتحدة أو بموجب الترسيم بين لبنان وفلسطين المحتلة منذ العام 1920 تثبت بأن النقطة الحدودية التي عمل الاحتلال على إزاحتها قبل انسحابه عام 2000 هي داخل الأراضي اللبنانية بعمق نحو 30 مترا، وبالتالي لا يعترف لبنان بالنقطة الجديدة التي أقامها الاحتلال وهي بالتالي داخل الأراضي اللبنانية وليس على خط ترسيم الحدود. ثانيا الوفد اللبناني عندما أثار هذه المسألة بالأمس وتوجه بطبيعة الحال إلى ممثل الأمم المتحدة في الوفد اللبناني لا يتوجه بخطابه مباشرة إلى الوفد الإسرائيلي وإنما عبر الأمم المتحدة يتوجه باللغة العربية، وممثل الأمم المتحدة يقوم بترجمة هذا الكلام اللبناني إلى الإنجليزية للوفد الإسرائيلي، قدم خرائط وكان هناك اعتراض إسرائيلي على تمسك لبنان بهذه النقطة. هذه المسألة فتون على غاية من الأهمية لأنها تعطي لبنان مساحة تزيد عن 2200 كيلومترا مربعا ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة، وبالتالي كل ما تحدث عنه فريدريك هوف الدبلوماسي الأمريكي السابق وكل العروض الأمريكية كانت تتحدث عن 862 كيلومترا مربعا، وبالتالي يعني المطلب اللبناني المدعم بالوثائق والخرائط يحدث إشكالية كبيرة خاصة بأنه سيمر ضمن حقل كاريش الذي عملت إسرائيل على تلزيمه وسيخلق إشكالية لدى شركات التنقيب طالما هذا الحقل حتى هذا الحقل سيكون متنازع عليه وليس بلوكات لبنان 8 والـ9 والـ10. نعم فتون. صحيح، شكرا جزيلا لك عباس الصباغ مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من الناقورة في جنوب لبنان. هذا وكانت أمس إذن قد عقدت الجلسة الأولى من الجولة الثانية من المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في بلدة الناقورة اللبنانية. التقرير أيضا لزميلنا عباس الصباغ. تحت راية الأمم المتحدة وبالاستناد إلى موقف رسمي موحد انعقدت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الوفد اللبناني ووفد الحكومة الإسرائيلية. الوفد اللبناني ثابت على حقوقه في البر والبحر. خط ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة هو الأساس الذي تستند إليه بيروت. فالوثائق التي في حوزة لبنان موثقة لدى عصبة الأمم ومن ثم لدى الأمم المتحدة بعد هدنة العام 1949. وبالتالي لدى لبنان الكثير من نقاط القوة. إن هناك شبه إجماع لدى جميع اللبنانيين بأنهم يريدون أن يستفيدوا من هذه الثروات وبالتالي لمعالجة أوضاعهم الاقتصادية، مما يعني أن هناك تأييد شبه تام لهذا الوفد للإسراع قدر الاستطاعة مع عدم التفريط بالحقوق للوصول إلى نتائج في هذا السياق. الجولة الثانية غاب عنها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد شانكر الذي كلف سفير بلاده السابق في الجزائر حضور المفاوضات يعاونه فريق تقني من السفارة الأمريكية في لبنان. الوفد اللبناني ركز في خطابه لممثل الأمم المتحدة على الثوابت اللبنانية وفق اتفاقية قانون البحار وكذلك بالنسبة إلى الترسيم البري. كلنا مصرين على آخر شبر من أراضينا وبذات الوقت مصرين أنه نقدر نستخرج خيراتنا بدون ما يكون الإسرائيلي عم يحفر من مالته ونحن قاعدين ناطرين المناكفات بين بعض. الخلاف بشأن نقطة البي 1 هو الأساس وكذلك إصرار تل أبيب على اعتبار صخرة التخليط جزيرة في الوقت الذي لا ينص قانون البحار على ذلك، ويؤكد أن الجزيرة يجب أن تكون مأهولة أو قابلة لأن يسكنها أشخاص في الوقت الذي لا تصل فيه مساحة الصخرة إلى أكثر من 280 مترا مربعا، وبالتالي لا يصح الأخذ بها في تثبيت الحدود أو ترسيمها. جولة مفاوضات ثانية دخل فيها الوفد اللبناني إلى صميم القضية، قدم خرائطه ووثائقه التي تثبت حقوق لبنان في البر والبحر. الوثائق باتت في عهدة ممثل الأمم المتحدة راعي المفاوضات لمواجهة الجانب الإسرائيلي بها. عباس صباغ، بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية، الميادين.
قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن مدة التهدئة الأخيرة مع إسرائيل قاربت على الانتهاء. شدد الحية على أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل ببقاء حصار غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصر على أن تبقى غزة تحت الحصار. وأشار إلى أن وفد حماس الذي غادر القاهرة تحدث مع المسؤولين المصريين عن متطلبات تخفيف الحصار، خاصة مع استمرار تفشي فيروس كورونا. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة بل بقمعها، وقال إنه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين حول مدى فساد وسائل الإعلام الأمريكية، ورجح أن تكون شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر سوءا. كما شدد على ضرورة إلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات التي تنص على حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره. هل تعلمون ماذا يسمون ذلك؟ ليس حرية صحافة بل قمع الصحافة. لا يوجد لدينا حرية صحافة. هل تعلمون ماذا؟ لا يوجد. هل تفهمون هذا؟ ليست لدينا حرية صحافة، لدينا قمع للصحافة، ولم يكن الأمر في أي وقت أكثر وضوحا مما هو عليه الآن. فرض حظر شامل للتجوال في مدينة فيلادلفيا بدءا من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحا. الحظر شمل محلات البقالة والمطاعم والصيدليات باستثناء خدمة التوصيل وفقا للتقديرات. واندلعت أمس موجة تظاهرات وصدامات واسعة احتجاجا على مقتل أمريكي أفريقي برصاص رجال الشرطة في المدينة. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين أن بلاده سوف تنشر إذا لزم الأمر صواريخ فرط صوتية وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا لاحتواء روسيا. أوبراين قال خلال كلمة له في معهد هاتسون إن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتطور أسلحة وأنظمة إطلاق صواريخ باليستية. شن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هجوما على رئيس الوزراء الإسباني على خلفية هرب المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز إلى مدريد. وقال مادورو إن سانشيز يجهل الواقع السياسي في فنزويلا. ليوبولد لوبيز هارب من حكم قضائي. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يجب أن تعرف ذلك. أنت تجهل تماما واقع فنزويلا. دائما ما ترتكب أخطاء معنا وتظهر استخفافك وازدراءك بواقع فنزويلا. من جهة ثانية أعلن مادورو عن تعرض مصفاة النفط الفنزويلية MY إلى هجوم إرهابي بسلاح قوي. تعرضت مصفاة أمواي للهجوم بسلاح قوي نحقق فيه لتحديد نوعه. هذه المصفاة من أهم المصافي في فنزويلا وأمريكا اللاتينية. أرادوا إحداث انفجار شامل في مصفاة أمواي. إلى العناوين. أردوغان يحمل روسيا مسؤولية عدم دعم الاستقرار في إدلب، ومندوب موسكو في مجلس الأمن يتهم دولا غربية بحماية الإرهابيين في سوريا. المرشد الإيراني يصف دعم ماكرون للرسوم المسيئة إلى النبي محمد بالتصرف الأحمق. والهيئة الإسلامية العليا في القدس تعلن يوم الجمعة المقبل يوم غضب. مصدر عسكري لبناني للميادين يؤكد أن الوفد الإسرائيلي لمفاوضات ترسيم الحدود لم يتضمن أي أعضاء جدد على عكس ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ترامب يؤكد أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة بل هناك قمع لها. يتحدث عن ضرورة إلغاء المادة التي تحمي مواقع التواصل الاجتماعي من قانون الاتصالات. التفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت اللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة. دمتم سالمين.